أستاذ وضاح أحمد حسين دهمان محافظة حجة مديرية كحلان عفار. عملي مدير مكتب المسؤول الثقافي بمديرية كحلان عفار والذي هو أحمد المدومي. تم أسري اليوم في تاريخ 30/6/2018 في مديرية حيران بعد أن نزلنا يعني لزيارة المقاتلين وأعضائهم عيدية. أنا ومشرف المديرية عبد الرحيم الشرفي وفلتونا هناك وتم أسرنا في المديرية. تلقينا عدة دورات، يعني تلقيت الدورة الأولى في بني حشيش دورة تربوية، والدورة الثانية في صعدة، والدورة الثالثة في مور. وأقول أبلغ أهلي وأطمنهم أننا بخير الحمد لله مع الجيش الوطني، ومعاملتهم لنا معاملة يعني طيبة كويسة. ورسالتي طبعا للمقرر بهم انهم يرجعوا الى جادة الصواب، ويعني لا يتحركوا مع الميليشيات.